توجهنا المنطقة ديال سبارة بزعير اللي تتبعد على الرباط تقريبا 80 كيلومتر. بدا الموسم ديال الصيد في المغرب وجينا للقنص مع جمعية ميراث سبارة ديال السي بن صابر. قبل ما يبداو ضروري من الفاتحة والدعاء وتتوكلوا على الله. واخا الغابة بقى واعرة شوية الحال سخون كاينين دابا ثلاثة الجروبات، جروب راه كاين تيصيد دابا وجوج جروبات هما غاديين دابا، واحد غيبدا من هنا واحد غادي يبدا من هاد الاتجاه هذا. سي بن صابر عنده هواية من قديم وتيعلمها حتى لوليداتو. بالنسبة للمسالك ديال هاد المنطقة صعيبة وماشي سهلة وتيكونوا حاضرين مع الوحش. بدات الصيدة وبدا الخير تيتقاطع وكل واحد من المجموعة والحظ ديالو في هاد الصيد. سيباري بن صابر كرئيس جمعية ميرال سيبارا، الحمد لله عندنا الافتتاح ديال الصيد السيمانة اللي فاتت اللي هي الحد الثاني. الحمد لله هواية زوينة فيها سبور فيها الحمد لله فيها كل شيء واخا مكلفة، يعني هواية زوينة الحمد لله. الإنسان تيدير سبور تيجي شي خوي كاين الوحش كاين الحمد لله كل شيء، ولكن يعني تنتمنى من يعني الجمعيات كاملين يعني كرؤساء الجمعيات يديروا بحال اللي تنديروا حنا، يعني مثلا تنجيو تنخليو الحجله هو عندي في الأسيرة دابا تشوفوا شي 600 ديال الحجل مثلا تنخلوها للجمعية يعني مكلف، يعني العساس يتهلا فيهم باش يبدا يعسو ما يبقاش البروكا يعني يسرقوا الناس في الليل سميتو. يعني الحمد لله الشوارج ديال الماء بحال بالنسبه لهذا العام الماء ناقص ما كاينش الماء اسيدي، كاين الارنب والحجل، وبالنسبه لنا حنا الارنب والحجل والقنيه، ولكن بالنسبه للعدد العدد اربعه الحجلات يعني القانونيه ديالهم اربعه الحجلات، حنا ما تنوصلوش تقريبا لهذاك العدد. علاش؟ باش يخلوه ديما يتكاثر والرنب واربعه القنيات، هذا هو القانون اللي كاين في سميتو، ولكن حنا اكثريه ما تنوصلوش لذاك العدد. علاش تتبغي تخلي بحال هذا العام جفاف ما كاينش، حنا مربيين الحجر وسميتو رغم ذلك نقدروا نوصلوا لذاك العدد. بدا الحجر والقنيه مع الحياحات يخرج من البلاصه ديالو من بعد واحد الصبر كبير، وبداو الصياده تيقمصوا كل واحد وشنو النصيب ديالو. سي بن صابر الا ما صيدش ما تيكونش مرتاح، حيت كيف ما تيقول الهوايه صعيبه ماديا وحتى جسديا، ولكن الا سرات لك في الدم صعيب تخلى عليها. كانت الصيدة مزيانة، فرقوا الصيادة كل واحد والنصيب ديالو، وبصراحة أنا من الهواة ديال هاد الهواية وترتاح باش نكون فيها. تحياتي.